ارقام واحصائيات مش هتشوفوها غير في السادسه، يمكن بتعكس قد ايه الكره النهارده بقت صناعه واقتصاد واستثمار بشكل كبير. طيب خلينا نروح النهارده لواحد من نجوم اتلتيكو مدريد واياكس امستردام و ويست هام يونايتد، دانيال داكروز كارباو، او طبعا اسم الشهره المعروف اكتر هو دانيو، طبعا واحد من نجوم المنتخب البرتغالي، هنتكلم معاه اكتر عن الكره البرتغاليه. بمناسبه كمان كارلوس كيروش البرتغالي اللي تولى مسؤوليه المدير الفني للمنتخب الوطني، هو واحد من اللعيبه اللي دربت معاه، ونتكلم كمان على اهم الموضوعات اللي تخص الكره البرتغاليه، جوزي مورينيو في روما، كريستيانو رونالدو في المان يونايتد، وغيرها من الموضوعات. خلينا بس في البدايه نستقبله في السادسه، نرحب بيه على شاشه النادي الاهلي. بشكرك طبعا على وجودك معانا في البرنامج، واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. ثانك يو. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا. خليني ابدا من البدايه الحقيقه مع اسم كارلوس كيروش، طبعا المدير الفني اللي تولى البرتغالي اللي تولى مسؤوليه المنتخب المصري. رايك ايه في الخطوه اللي خدها؟ شايف ازاي فرصه مع المنتخب الفتره او المرحله اللي انت قضيتها تحت قياده كارلوس كيروش، كانت ايه هي ابرز ملامحها؟ اوكي. حسنا في بداية الأمر شكرا لكم على استضافتي، شرف كبير أن أتواجد هنا معكم. والآن بالحديث عن كارلوس كيروش، هو واحد من أفضل المدربين في العالم، هو لديه كل الأدوات ولديه كل شيء يحتاجه المدير الفني ليكون ناجحا في مسيرته مع أي فريق. هو لديه مسيرة ناجحة بالفعل مع المنتخبات ومع الأندية كذلك، هو ملم بجميع جوانب كرة القدم، هو لديه علاقة طيبة جدا جدا باللاعبي كرة القدم. فأعتقد مع منتخب بلادكم إذا توفر له اللاعبين المناسبين سيؤدي مسيرة ناجحة معكم. أنت تدربت معاه في الفترة اللي كنت بتلعب فيها لسبورتنج لشبونة البرتغالي، ممكن تكلمنا يعني إيه المرحلة دي اشتغلت أو اشتغل إزاي معاكم فيها؟ إيه أهم الملامح اللي بتميز كارلوس كيروش كمدير فني؟ شايف إيه اللي ممكن يحققه مع المنتخب المصري؟ Well, I believe that his leadership, the way that حسن أنا أؤمن أن قيادته للفرق وطريقة شرحه أنه يشرح كل شيء للاعبين بطريقة سلسة، هو مدرب يستطيع أن يجعل اللاعبين يؤدوا ما يريد بالتحديد ويركز أيضا على الجوانب الفردية، ولكن الأهم ما تستطيع أن تفعله هذه الجوانب الفردية في صالح الفريق. هو يستطيع أن يجعل اللاعب يؤدي في صالح الفريق وما يحتاجه الفريق، فهذه العلاقة هي أساس نجاح كارلوس كيروش مع الفرق التي قادها. ومصر بالفعل لديها لاعبين بمهارات فردية رائعة، فإذا استطاع أن يجعل أو أن يخدم هذه المهارات الفردية في صالح الفريق فيستطيع أن يفعل أي شيء مع المنتخب المصري. فمن المهم أن يعمل الفريق كمجموعة وليس فقط كلاعب فردي، فالنجاح يرتكز أحيانا على الفردية لكن في الأساس يرتكز على كيف تساعد الفريق، وهذا ما يرتكز عليه النجاح. داني خليني اشرح لك يعني ملابسات الموقف عندنا في مصر، استفيد بخبرتك طبعا كلاعب واحد من اللعيبه المحترفين واللي اشتغلوا كمان في نفس الوقت مع كارلوس كيروش. كارلوس كيروش يمكن العائق الاساسي بالنسبه له دلوقتي هو عامل الوقت، جاي في توقيت صعب جدا وما عندوش وقت لان احنا داخلين في مشوار تصفيات كاس العالم. جزء كبير جدا من نجاح اي مدير فني هي حاله التفاهم، قدرته على انه يقرا امكانيات فرقته وقدره فرقته واللاعبين في الفريق ان هم يفهموا طبيعه المدير الفني. احنا ما عندناش رفاهيه الوقت دي. لو كلمت على السمات الشخصيه، لو انت بتكلم لعيبه منتخب مصر، ايه الحاجات اللي عليهم ان هم يفهموها يستوعبوها، او الحاجات اللي عليهم ان هم يتفادوها في التعامل مع كارلوس كيروش عشان يقللوا او يتجاوزوا حالة الانسجام والتفاهم؟ كما قلت، هو لديه أدوات أن ينسجم سريعا مع اللاعبين، هذا ما أعرفه عنه. هو يستطيع أن يفعل ذلك في وقت قصير على المدى القريب وأيضا على المدى البعيد.
ويستطيع أن يفعل ذلك في الأيام القليلة المقبلة مع الفريق القومي. والمدرب الذي يستطيع أن يفعل هذا مع أي فريق أستطيع أن أقول هو كارلوس كيروش. هو يستطيع أن يعمل تحت أي ظروف، فأقول لكم ثقوا به، ثقوا بعمله، وهذا هو الأهم بالنسبة للاعبين، لأن اللاعبين يجب أن يثقوا في المدير الفني وفي طريقة تفكير كارلوس كيروش، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتنجحوا معه. الثقة تبني علاقة قوية من التفاهم ومن الثقة في المدير الفني. فيجب عليكم يا رفاق أن تثقوا في كارلوس كيروش لتستطيعوا أن تبنوا فريق قوي جدا، ويجب على اتحاد الكرة أن يعطيها كل شيء ليؤدي وظيفته في سلام وفي هدوء، وبالطبع سينجح مع فريقكم. طب خليني أسألك برضو شوية عن تجربتك في الملاعب. أنت لعبت في دوريات مختلفة، بداية طبعا كانت في الدوري البرتغالي، لكن بعد كده انتقلت لعبت في الدوري الأسباني، واحد من أكبر دوريات العالم، لعبت الأتلتيكو مدريد، لعبت في الدوري الهولندي مع أياكس أمستردام، ولعبت كمان في الدوري الإنجليزي مع ويست هام. واعتقد انك انت تابعت، ويمكن كان معاك واحد من اللاعبين المصريين اللي احنا يعني طبعا بنحبه جدا، عبد الستار صبري، لعب معاك اعتقد في فتره من الفترات. رايك ايه رايك ايه في اللاعب المصري، وشايف ايه اللي الناقص عنده عشان يكون موجود بشكل اقوى على ساحه الكره في اوروبا؟ Good question. سؤال جيد جدا. في البداية يجب أن نتفهم أن ثقافاتنا مختلفة، وحين انتقل اللاعب من ثقافة لثقافة مختلفة وأسلوب حياة مختلف وطريقة العمل التي يجدها في أوروبا، فهذا الأمر يجب أن تتأقلم معه، ويجب أن تخرج من تحت عباءة ثقافتك لتتأقلم مع الثقافة الأوروبية. إذا فعلت ذلك ستتأقلم سريعا وسيتطور اللاعب بشكل أسرع. واللاعبين في مصر لديكم لاعبين رائعين، لديكم لاعبين بالفعل على المستوى الفردي، السرعة والمهارة، لديكم مهارات كبيرة، لكن حينما يأتوا إلى أوروبا يصدموا بالواقع، يجدون اللاعبين يقاتلون من أجل كرة القدم ويجدون الأمر صعب عليهم. يجب على اللاعب المصري أن يهتم بالناحية البدنية ويهتم بالتأقلم في الحياة الأوروبية. إذا جمعت هذه الأشياء سيتطور اللاعب المصري، وستجد اللاعب المصري واحد من أفضل اللاعب في العالم. إذا رأيت صلاح، هل رأيت صلاح الآن؟ صلاح الآن هو أفضل أو من أفضل لاعب العالم. هو عاد إلينا بعد سنوات من بداية الاحتراف كلاعب أقوى، كمن أقوى لاعب العالم. هو لاعب قوي ولاعب سريع، المهارة ليست في أعلى شيء، ولكن القوة والسرعة والعقلية، هو واحد من أفضل لاعبي العالم الآن. إذا تحدثنا عن المهارة، خليني أرجع معاك فلاش باك كده وافتكر واحد من أسماء الكبيرة جدا في الكرة المصرية، عبد الستار صبري، وأعتقد أنه كان ليه تجربة رائعة جدا في البرتغال. شخص رائع، صديق لطيف جدا، هو شخصية رائعة صبري، قدمه اليسرى رائعة بأعلى شكل. هو كنت أستمتع جدا حينما أشاهد صبري، هو لاعب رائع جدا. لذلك الأمر هو تريد المزيد من اللاعبين الماهرين كصبري، تريد أن يجب أن تعمل أكثر، ويجب أن تساعدوا اللاعبين بشكل أكبر ليتفادوا هذا الاختلاف. فهذا هو الفارق بين اللاعب المهاري ولاعب القمة. صبري لاعب مهاري جدا جدا جدا. طيب بالحديث عن صلاح، وبما أنك أنت برضو كان ليك تجربة تجربة اللعب في الدوريين، سواء الإسباني أو حتى دوري طيب. داني معنا او داني دخل في حديث جانبي غالبا. داني سمعنا؟ طيب خليني اسالك عن محمد صلاح، وانت كان ليك تجربه اللعب في الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، وفي كلام في الفتره الاخيره عن امكانيه انتقال محمد صلاح، هل ترى انه
محمد صلاح في حاجة أنه ينتقل لدوري زي الدوري الأسباني وأنه ممكن أداؤه يتطور، فرصه في إحراز الألقاب تتطور مع أحد الفرق الأسبانية وخصوصاً بعد رحيل رونالدو وميسي، ولا ترى أنه من الأفضل لبقاء في الدوري الإنجليزي والاستمرار في مسيرته مع ليفربول؟ أعتقد أن محمد صلاح يستطيع أن يفعل كلا الأمرين، يستطيع أن يتطور في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني. هو لاعب ناجح جدا، لديه الجودة العالية ولديه السرعة، هو لاعب يجيد الضغط في جميع المباريات. هو لم يكن لديه هذه المهارة من قبل، لكن الآن لديه. هو يستطيع أن ينجح أكثر ويتطور أكثر من الوقت الحالي في ليفربول والبريمير ليج، ويستطيع أيضا أن يتطور بشكل كبير في برشلونة وريال مدريد. ربما الأمور المشاكل المالية الآن هي ما تمنع شراء محمد صلاح، لكن إذا نظرت إلى جودة ونوعية محمد صلاح ستستطيع أن ترى لاعب يستطيع أن يقود أكبر فريق في العالم. الآن لديك لاعب يستطيع أن يؤدي في أي مكان في إسبانيا أو في إنجلترا على حد سواء، وسيكون الأمر جيد له في إسبانيا من وجهة نظري كذلك. داني، خليني أسألك سؤال الأخير، هيكون عن فرص المنافسة بين محمد صلاح وبين كريستيانو رونالدو بما أنه رجع مرة تانية للدوري الإنجليزي. تتوقع أن الموسم ده مين هيكون النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي، صلاح ولا كريستيانو رونالدو بدون انحياز؟ حسنا، لأكون صريحا، اللاعبان رائعان واللاعبان يلعبان لفريقين رائعين، لكني سأقول رونالدو بالفعل. رونالدو أتى لمانشستر يونايتد، أعرف رونالدو جيدا، أعرف روح رونالدو ومثابرة رونالدو. هو الأفضل في العالم ويستطيع أن يظل ذلك، لكن محمد صلاح يستطيع أن يرشح لأفضل لاعب في العالم، لكن ليس في هذا التنافس مع رونالدو. دانيال داكروز أو داني، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة الأهلي، وشكرا طبعا على مشاركتك في السادسة. الحقيقة هو نجاح في حد ذاته أنه اسم صلاح نوصل في يوم من الأيام أن يتحط في مقارنة، ومش احنا بس اللي بنحطه، ده وسائل الإعلام في العالم كله بتحطه في مقارنة مباشرة مع أهم نجوم العالم النهاردة زي رونالدو وزي ميسي. ويبقى حتى أنه حتى لو كانت المقارنة النهاردة في صالح رونالدو تختلف تتفق، دي حاجة ترجع لك أنت، لكن أكيد أنه الأيام اللي جاية إن شاء الله هتكون للنجم المصري محمد صلاح. وبمناسبة محمد صلاح، تعالوا بقى ناخدكم في جولة. طبعا عندنا ماتش ليبيا في منتهى الأهمية، ومستر كيروش قرر أنه هو يضم كل اللاعبين المحترفين اللي موجودين في الخارج عشان ينضموا للمعسكر، يكونوا تحت عينيه، يبقى عنده قدرة على تقييمهم. فقرتنا الجايه في السادسه هناخد حضراتكم في جوله كمان على ارقام واحصائيات مرتبطه بالمحترفين المصريين في الفتره الاخيره او في الجوله الاخيره على وجه التحديد. تعالوا نروح للجي بي اس في السادسه بس بعد الفاصل.